السلام عليكم من قناة كوكتيل الجديدة. اليوم معنا شجرة الزيتون المباركة، سنتعرف على فوائد الشجرة، خصوصا فوائد الأوراق، أوراق شجر الزيتون. كلنا نعلم فوائد ثمار الزيتون وزيت الزيتون المستخرج من الثمار. تشاهدون، ها هي شجرة الزيتون المباركة في أرض الرباط، في الأرض المباركة في هذه المنطقة. كما تشاهدون سوف نتكلم عن فوائد أوراق الزيتون وكيف نجني، أو الورق الذي نجنيه. يفضل جني الأوراق التي على الأطراف، مثلا ها هي آخر الفرع، ها هي آخر الفرع، ها هي مثلا نقطفها هكذا، نقطف هذا من آخر الفرع، وأيضا ها هي الأوراق آخر البرعم أو آخر الفرع، تقطف الأوراق من آخر الأفرع التي تنمو وتكون قد نمت حديثا، وكذلك التي تكون قد تبرعمت. مثلا هذه الأوراق، ها هي ثمار الزيتون الخضراء، ما شاء الله تبارك الله. هذه الثمار التي تطحن ونعمل منها زيت الزيتون المبارك والمفيد، وأيضا قد نعمله زيتون مخلل أو مخمر في موسمه. اقترب أيضا موسم جني الزيتون، هي بدأت الثمار تظهر على الأوراق، ما شاء الله. إنها شجرة معمرة قديمة، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، ما هي الأوراق، هذه الأوراق من الأطراف، كما قال الدكتور محمد الفايد حفظه الله، أرشدنا أن نقطف أوراق الزيتون من الأطراف، أي في الأوراق التي بآخر أو بطرف الغصن، ها هي الأخيرة، الأوراق الأخيرة، ما شاء الله تبارك الله. ها هي أوراق حديثة، ندورو. ها هي الأوراق زيتون خضراء، ما شاء الله تبارك الله. ها هي الشجرة من الأسفل، أوراق الزيتون مهمة جدا، أصبح الآن لها دور كبير، وعرفت اكتشفت أهميتها، حيث أن هناك من يعمل منها كبسولات وحبوب أيضا من مستخلص أوراق الزيتون لأهميته. من أهمية أوراق الزيتون احتوائه على مركب الأوليوروبين، والذي يوجد في أوراق الزيتون بتركيز عالي جدا. ما هي فائدة مركب الأوليوروبين؟ هو من مضادات الأكسدة القوية التي تمتص الجذور الحرة،
أيضا يخفض الضغط، إذا هو علاج فعال لارتفاع ضغط الدم، ويكبح أمراض القلب والشرايين، وكذلك يضبط السكري من النوع الثاني، أي أنه مفيد لمرضى السكري، كما أنه يحفظ الجهاز العصبي من الزهايمر بسبب هذه المادة الأوليروبين، وكذلك يحمي الجسم من إفراط أو زيادة الأنسولين. وأيضا لمن تعاني من النساء من الهرمونات، المشاكل الهرمونية، فهي تضبط أيضا الهرمونات، لذلك يشرب يوميا، وسنقوم بعمل مشروب أوراق الزيتون ونخبركم بالطريقة. أيضا من فوائد أوراق الزيتون أنه يمنع تكون الغازات في الأمعاء عن طريق حماية البكتيريا الصديقة الموجودة في الأمعاء، كما قال خبير التغذية المختص دكتور محمد الفايد أنه ليس هناك نبات على وجه الكرة الأرضية أقوى من أوراق الزيتون لعلاج ارتفاع الضغط والسكري من النوع الثاني، لذلك فهو مهم وموجود في بلادنا العربية بكثرة، نرجوكم أن تستعملوه كشاي، استعملوه كشاي بدل الشاي العادي يوميا، فلا ضرر من استخدامه وشربه. أيضا هو يستخدم مع نظام غذائي نظيف ورياضة حتى نحصل على النتيجة الكاملة، كما أن أوراق الزيتون تحتوي على حمض اللينوليك، حمض اللينوليك يكبح الفيروسات والجراثيم، كما أنه يكبح السرطانات، يكبح قلنا الفيروسات والجراثيم، لأنه ينصح باستخدامه في عند الإصابة بفيروسات والزكام وغيرها من الأنواع، ولكن ننصحكم بالابتعاد عن المقليات والآيس كريم والبسكويت والمصنعات والمعلبات. أيضا يحسن عمل المرارة ويخفض الكوليسترول ويكبح الدهون الثلاثية، وهو مفيد للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وللتخلص من الفيروسات وعلاجها. وأيضا يمكن استخدام مغلي أوراق الزيتون في المضمضة. كيف نستخدم شاي الزيتون؟ شاي أوراق الزيتون نقوم بغلي ماء ما يقارب 300 مل في الغلاية أو البراد، ومن ثم وضع حفنة من قبضة اليد من أوراق الزيتون، نجعلها تغلي دقيقة، ومن ثم نطفئ عليها، بعد 5 أو 10 دقائق يشرب منه قبل الأكل أو بعد الأكل بساعة. نتمنى منكم الاعتياد على شرب أوراق الزيتون بدلا من شرب الكافيين والأشياء الأخرى المضرة، نتمنى الاعتياد عليه والاستفادة منه، وشكرا وإلى اللقاء.